الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس 38 بعد 100 من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، ومواصلة لما وصلنا إليه في الحصة الفارطة، فعنوان خطبتنا اليوم بإذن الله ومدده: العبر من ليلة الإسراء والمعراج. عباد الله، وصلنا في الحصة الفارطة إلى السماء الرابعة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها إدريس عليه السلام وتلا قوله: ورفعناه مكانا عليا. وهنا توقفت الرواية لتسرد بعض الأحداث التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المشاهد: أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعذبون، نسأل الله السلامة والعافية. من بين ذلك أنه رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالصخر ثم تعود كما كانت. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة. رد بالك يا عبد الله، خاصة صلاة الصبح وصلاة العشاء، ولا يتعدى في الطويل الظهر والعصر ما صليهمش، وديما هك. رد بالك، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. وما أسست الإسراء والمعراج إلا لأجل هذه الأمانة العظيمة، وهي الصلاة التي فرضت في السماء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به ليلا، والإسراء هو الذهاب ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأنت يا عبد الله، هل تسري لصلاة الصبح وصلاة العشاء؟ هل تكابد البرد والحرارة من أجل العبادة؟ إن كانت هذه ثقيلة، ثقيلة عليك، فلا يرتجى منك أن تفتح بيت المقدس فتسرى إليه. إذا كان الصلاة والمسجد بحذاك وما تنجمش تصلي الصبح، حاضر، والعشاء حاضر، والصلوات الأخرى حاضرين، وأنت منشغل بأشياء تافهة لا قيمة لها. قل لك هاني نرقد، إلى متى النوم؟ إلى متى النوم؟ راهو قسط من الراحة يرتاح فيها الجسد ويرجع لباس. ما خلقكش ربي للنوم، راه خلقك للاستخلاف، للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورأى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء معلقين في قناديل، كلما أرادوا النزول إلا ولفحتهم النار. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة، يسيب في الحلال ويمشي حشاكم يستفعل في الحرام، يجري وراء النساء في الحرام، والنساء تجري وراء الرجال في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك رأى رجالا يتركون اللحم الطاهرة الطيبة ويأكلون من اللحم النتن الجيفة، والعياذ بالله. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. وفي بعض الروايات: هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس حراما. رد بالك يا عباد الله، رد بالك. كذلك رأى رجالا يسبحون في بحور من الدم، كلما وصل إلى حافة النهر إلا وألقم الحجارة في فمه فيغرق. من هذا يا جبريل؟
قال هذا آكل الربا. مال شنو تحسبها سهلة؟ هيا ناخذ قرض نبنوا به الدار ويزيد يستحلاها، هيا نزيدوا ناخذ قرض نشرو به كهرباء، هم الناس الكل، هيا نزيدوا ناخذ قرض باش نقروا به الأولاد، هيا نزيدوا ناخذ قرض باش نزوجوا به الطفلة، هيا ناخذ قرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لآكل الربا يوم القيامة احمل سلاحك، فيقول لماذا؟ فيقال له لتحارب الله، تحارب ربي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن تاب تاب الله عليه، اللي عمل خطيئة واقترف جرما فليستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، ولا يعد إلى تلك المعصية، ما يعودش. أنت غرقت صحيح، خلص الدين الأولاني ويزيك وتوب إلى الله. وإذا عرفت أنه حرام وأنه حرب بينك وبين الله، لا يقدم الإنسان على إهلاك نفسه يا عباد الله. يصبر الإنسان على الجوع، ويصبر على البرد والحر، ويصبر على غلاء المعيشة، ويصبر على غلاء الكراء، ولكنه لا يصبر على نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. يلزم الإنسان يتذكر، ويلزمه يتعظ. وإذا كان ما وعظتش ليلة الإسراء والمعراج، إذا كان ما أثرتش في القلب متاعك وغيرت لك حياتك، برا زيد راجع أمورك وحساباتك مع الله سبحانه وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يتنعمون، وشم رائحة زكية تفوح من الجنة. قيل من هذه الرائحة؟ لمن هذه الرائحة؟ قيل لماشطة ابنة فرعون. ماشطة متاع بنت فرعون، وهي تمشط تمشط في شعر بنت فرعون، سقط منها المشط، فقالت بسم الله. قالت تقصدين أبي؟ قالت لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فشكت بها إلى فرعون، فأتى بها فقررها، فقالت ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق جميع من في الأرض. فشاط فرعون غضبا وأحمى لها بقرة من نحاس، قيل مملوءة زيتا حامية، وكان لديها 4 أطفال صغار، ومنهم طفل صغير رضيع. كلما هددها ارجعي عن دينك، وإلا ألقيت فتى من فتايا من أولادك. تقول له افعل ما تريد. يهزلها الوليد الأول ويطيشه في النار، والثاني كيف كيف، والثالث كيف كيف، في الرابع تقاعست ارتجت، لأنه ما زال رضيعا أشفقت عليه. فنطق في المهدي وقال يا أماه اصبري إنك على الحق، إني أرى إخوتي يلعبون في الجنة. هزاته وقذفت بنفسها في النار. الناس يرونها نارا، ولكنها جنات النعيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وأنه يفوح من الجنة ريح طيبة من بيتها وقصرها عليها السلام. فانظر ماذا صنعت، لا تبدل دينك يا عبد الله بعرض من الدنيا قليل. تبدل دينك باش ياخذ واحدة عجوز قورية، تبدل دينك باش يعطوك طرف فلوس مليار ولا 2، تبدل دينك وتبدل أرضك وتبدل عرضك وتبيع روحك من أجل الأموال، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مشاهد يطول ذكرها في هذا المقام. ثم ارتقى إلى السماء الخامسة، فوجد فيها هارون عليه السلام المحبب في قومه، وسلم عليه ودعا له بخير. ثم ارتقى إلى السادسة فرأى موسى عليه السلام، موسى الذي أرسله الله لبني إسرائيل، موسى كليم الله، خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا يستطيع الرب أن يكلم الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يكلم الرب،
هم وقت اللي قالوا الاستطاعة يعني أن الإنسان لا يتحمل كلام الباري، فقالوا الذي كلمه هو الشجرة. ما هذا الهذيان أيها المعتزلة؟ والمعتزلة في أول الزمان انتهت وانتفت، الآن رجع ذكرها. لكن الملاحدة اللي تفرجوا عليهم في التلفزيون تسمعوا فيهم في الراديون، ملاحدة مشككين في الأصول، هذكم هما فكر المعتزلة الأولاني واصل ابن عطاء ومن تبعه، وإن كانوا الأول أفضل بكثير من هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى لما يقول وكلم الله موسى تكليما، هل بعد هذا البيان من بيان؟ الله كلم موسى، ما العيب في ذلك؟ إذا كان أنت ما قبلناش عقلك، أنا مش أعمل لك. هذا نص، هذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، مش من كلم الله، هذه حاجة عادية أن الناس الكل نكلموا في ربي ونقول يا ربي أعطيني ويا ربي ارزقني ويا رب، هذه حاجة عادية. أما أن يكلمك الله فهذا شيء عظيم. منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات. فمن بين هؤلاء موسى عليه السلام، لم يكلمه مرة أو مرتين بل كلمه كثيرا، ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما رضي الله عنه وعليه السلام. لهنا يا سيدنا موسى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الرجل الناصح كان لكم. وهذا اللي نقول راه الميت ينفع الحي، كيفاش الميت ينفع الحي؟ هو مات وينفعنا يا ميت، هذا بلكش يا سيدنا موسى حي، بلكش ما جاش ملك الموت وقبض له روح، جاوبوني، جاه ملك الموت وقبض له روحه ودفنوه وعملوا له قبر في الأرض، ميت يعني، ولكنه حي حياة أخرى، حياة الأرواح. نفعنا أم لم ينفعنا؟ الصلاة كانت 50 صلاة راه يا معلم، 50، ومن يقدر عليها؟ نحن 5 وشدينها بالسيف، 5. انظر ماذا فعل معنا سيدنا موسى عليه السلام، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، فلما مضى إلى السماء 7 بكى موسى. قيل ما يبكيك؟ قال ما كنت أظن أن غلاما يأتي من بعدي أتباؤه أكثر من أتباعي. وهذه راهي غبطة متاع أنبياء، مش حسد، حاشا لموسى عليه السلام، أما قال غلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم راه عمره في 50، راه 53 سنة، وإلا 50 سنة. قال عليه غلام، باش تعرف قداش كانوا يعيشوا بالمئتين ومئتين وخمسين وثلاثمائة سنة. فلهنايا لما مر وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 7 ورأى فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره للبيت المعمور، والبيت المعمور كيف الكعبة في الأرض، هو في السماء 7. أما فيه ميزة أنه تطوف به الملائكة، الملائكة اللي كمل الطواف يدخل فيه، يدخل من الباب الله أعلم حيث يذهبون، كل يوم 70,000 ملك يدخل، كل يوم يطوفوا ويدخل البيت المعمور. وما أدراك ما هو؟ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم ارتقى بعد السماء 7، ثم غادي شجرة اسمها سدرة المنتهى، وقد ذكرها الله في القرآن. ولماذا سميت بسدرة المنتهى؟ السدرة هي شجرة السدر، انبق نعرفه نبتة تخرج الثمار متاعها كما الزيتون حلو المذاق، هذاك السدر، والأوراق متاعه صغيرة. ولكن وقت اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتها عظيمة، أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كقلال هجر، قبيلة من قبائل العرب القلة متاعها أطول من العبد، أطول من الإنسان، القلة هذه الثمرة كما القلة متاع 200 ولا 300. ثم قال فغشيها من نور ربها ما غشيها، فأصبحت لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. وزاد ارتقى. علاش سميت بسدرة المنتهى؟ لأنه إليها ينتهي علم الخلق. مهما يبلغ من العلم سيدنا جبريل طاووس الملائكة أعلم واحد فيهم غادي ينتهي. قال: فنظرت إلى أخي جبريل فإذا هو كالحصير البالي. بدأ يتمزق سيدنا جبريل، بدأ يتفتفت من شدة الأنوار، وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت مجرى له شيء بنفس الجسد اللي كان متكي عليه في الدنيا، اللي كان متكي عليه بحد الكعبة. ولم يقل له اخلعنا عليك، سيدنا موسى قالوا لا اخلعنا عليك في الأرض لأنها كانت من جلد حمار، قال لا اخلعنا عليك في الأرض إنك بالوادي المقدس طوى. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالشلاكة متاعه للسماوات العلى ولم يقل له اخلعنا عليك. فصلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على خير خلق الله. وصل إلى ذاك المقام فرأى صريف الأقلام، ورأى الكرسي والعرش، ورأى اللوحة والقلم، ورأى من آيات ربه الكبرى، وعلمه الله سبحانه وتعالى ما لم يعلم، وأعطاه كنوزا لم يعطها لأحد من غيره. وإن كان موسى قد كلمه فوق الحجب، فوق 70 حجاب على أصح الأقوال، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه من فوق 2 حجاب. يقول القائل: علاش الحجب ما تتنحاش وخليه كلمه مباشرة؟ يقول: لا، رد بالك، راه إذا كان ربي سبحانه وتعالى ينحي الحجب يحترق كل الكون، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وحدوا الله يا عباد الله، لا إله إلا الله. ولذلك رحمة بالخلق جعل هذه الحجب. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ورحب به وافترض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، وهو راجع التقى بموسى. هذاك علاش قال لكم: ونعم الرجل الناصح كان لكم. قال: ما افترض عليك ربك من صلاة؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يقدرون على ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يقدروا. بالتجربة يحكي معاك. هذاك علاش يقول لك راهو اللي يفوتك بليلة يفوتك بحيلة، ويقول لك راهو عندي تجربة عليك وراني متزوج الأولى والثانية والثالثة، والسيد هذا متزوج وجايب صغار وعنده 20 ولا 30 صغير وعايش ولباس، هذا ما عندوش خبرة هذا في الحياة. تي عندك خبرة في هذا مدرسة هذا، ومن بعد يجيك الدهان وإلا البناي وإلا المهندس وإلا الطبيب وإلا الجنان، ويبدأ يحكي لك وانت تحط وزنك، مش تتكبر وتتعالي عليه، لا، يقريك، لا يقريك في الدومان متاعه. اي نعم. وفوق كل ذي علم عليم. وقت اللي انت تبدأ تسمع لك البناي يقول لك راي الخلطة هذه يلزمها كذا كذا، والحديد نحطوه لهنا 6 ولا هنا 12 ولا هنا كذا، ما عليك كانت تشد فينك وتقول لها السمع والطاعة. أما في الدين تولي تفتي، تفتي، تصبح شيخ للأنام ومفتن، مفتن للذخان كما قال، تولي تفتي كما تحب، هذه حلال وهذه حرام. علاش ما ترجعش العلم لأهل العلم؟ يعني أنت كما عرفتش الآية وتفسيرها وتأويلها رجعها للشيخ تو يعلمها لك. إيش بيك أنت كي تبني دار تجيب البناي، وكي تدهن تجيب الدهان، وكي تمرض تمشي للطبيب. أما في مسألة فقهية أو علمية أو عقائدية تحكم فيها رأيك وتستنبط في الأحكام وحدك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قف حيث وقف القوم وأرجع الأمور إلى أصحابها يرحمك الله. هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: راه افترض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال: فما زلت بين ربي وموسى حتى أوصلها إلى 5 صلوات. قال: كما افترض عليك ربك؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يقدروا على ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يقدروا. وهنا نشوفه دوا، شوف روحك في الدار،
أكيد في الدار راهو فما واحد ولا اثنين يسموا فيه عظمة حارمة. شنو عظمة حارمة؟ ما يصليش. الناس تصلي هو ما يصليش. وإلا في أصحابك، أصحاب الكل يصلي هو ما يصليش. فيهم واحد يقول لهم هني تو نبقى نعسلكم على الرمي وشكبة برو صلوا هني بحذاكم لهنا. يمشوا هما يصلوا للجامع ويكملوا صلاتهم ويرجعوا ويلقوه مازال محافظ على كرامي وشكبة ويرشم ويحسب لهم في الفليسات. الله 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 يا ودي راك ضيعت روحك، راهم ضيعوك الصحاب اللي تتبع فيهم. فلذلك إلى الله المشتكى، رب إن شاء الله يهديهم ويصلح حالهم ويصلح حالنا وحالهم ويثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. فهذه الخمس صلوات اللي قال فيها ربي أقيم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله من هذه الآية يفاضل بعضها على بعض. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضل منها صلاة الصبح، وأفضل منها صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة كما اليوم. أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. شوف الفضل هذا وشوف الخير لأعطاه لك ربي سبحانه وتعالى. قال ارجع إلى رب، قال استحييت من ربي. خمس صلوات وما نجمهمش. فسمع نداء يقال له يا محمد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، هن خمس ولكنهن في الأجر خمسين. لا إله إلا الله. كيف تصلي صلاة واحدة كأنك صليتها عشر مرات؟ نعم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وارجع سيد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة حتى وصل إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس اركب على البراق ورجع إلى البيت الحرام. وفي منتصف الطريق وجد خيمة عندهم ماء، فعر أمارة هذه، عر الغطاء، شرب من الإبريق حتى أخلاه ما خلى فيه شيء، ثم غطاه ورأى جماعة أخرى في الليل قد شرد لهم بعير، ضاع لهم جمل. قال لهم تجدونه في وادي كذا وكذا. قال لك نسمع بالصوت ولا نرى شيئا، هو في السماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بين السماء والأرض. حتى وصل إلى البيت الحرام في ليلة واحدة، ما زال ما طلعش الفجر. مشى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصها على أصحابه، قصها على أم هانئ، وقصها على بعض من أصحابه عند الكعبة، وكفار قريش يستمعون إليه فضحكوا ضحكا شديدا وقالوا الآن ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم. ومروا بأبي بكر وهو في السوق فقالوا له ألم تسمع ماذا قال صاحبك؟ إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس. رأنا ما زلنا في الإسرارة، ما زلنا ما تحدثناش على المعراج. إذا كانت فهمنا على الإسراء سنتفهموا على المعراج، أو ما زالوا في اللولة هذيك مشكين. ونحن نضرب بطون الإبل شهرا ونرجع شهرا، نحن في شهر نمشي وشهر نجو، وهو في ليلة واحدة. ياللي يتشكك فيها ما زال سوى في هذا العصر، وما زال يشكك في ليلة الإسراء والمعراج، وانت تجبد التليفون وتحرك به بأصابعك الخبيثة فتكلم أباك أو أخاك وهو في أمريكا، وهو في فلسطين، وهو في السعودية، وهو في المغرب، وهو في اليابان. تكلم فيه صوت وصورة. اللي تكلم فيه هذاك حق ولا باطل؟ اللي تكلم فيه هذاك أخوك ولا ولد عمك؟ بلك شي واحد أخر من الخيال. هذه صدقتها وما صدقتش أنها الرسول يمشي ويجي في ليلة. أأنتم خير من رسول الله؟ إذا كان أنت تتفرج اليوم على البلازما راهو تفرج عليها هو قبلك، وإذا كان أنت تشعل تقرص الضوء في لحظة يشعل، في لحظة أنت قرصت القرص ويشعل من غد، أنت طفيت منه وطفى من غد في لمح البصر. هذه صدقتها وارتاح لها بالك، وتقول لي القوة الضوئية وسرعة الضوء، وتبدأ تجيب لي فيهم الكل، أينشتاين ونيوتن والكلهم يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وجابوا لنا العلوم
وهذه العلوم الكل متاع شكون؟ الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء من عباده. وقد فضل الرسول بهذه المعجزات الفائقات في زمن لم تكن فيه ولا آلة من الآلات، في زمن يعيشون فيه في الصحراء على الإبل وعلى البغال وعلى الحمير. وش قال لهم سيدنا أبو بكر؟ شوف قوة إيمان. قال لهم إن كان قال فقد صدق. إذا كان قال بلاش أنتم تزدوا عليه، أما إذا كان قال راه صدق. أصدقوا بأبعد من ذلك، أنتم عندكم هل 500 كيلومتر وإلا الكلف 1000 كيلومتر ولا كذا، هذه حيرين فيها. أصدقوا بأبعد من ذلك، يعني المسافات أبعد. أصدقوا بخبر يأتيه من السماء. وجال سيد النبي صلى الله عليه وسلم حب يتأكد من الخبر، قال يا رسول الله أذهبت البارحة إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال صفه لي فإني ذهبت إليه. قال فكربت يومئذ كربا لم أكرب قبله ولا بعده. ديما صلوا على الرسول، صلوا عليه، صلي 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 وتخمر بالصلاة عليه. قال نعم. قال فجاءني جبريل وبين يديه بيت المقدس. جابوا الكل وحطوا الغد، بلكش جابوا التصويرة متاعه. لا لا يا سيدي، ما جابلوش التصويرة، أنت يجيب لك التصويرة، جيب لي التصوير. هو يجيب له في الحقيقة. كيف يجيب لها الحقيقة؟ ها نزيد نغطس بك شوي، أرجع لقصة سيدنا سليمان وآصف ابن برخية. قال لهم أيكم يأتيني بعرشها؟ ما قال لهمش أيكم يأتيني بمثل عرشها. قال لهم شكون يجيب لي الكرسي اللي تقعد عليه بلقيس وهي في سبأ في اليمن وأنا هني في فلسطين، شكون يجيبه لي؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أعطيني 4 شوية ونجيبه لك. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا إنسان كيفي كيف كره، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا كان آصف ابن برخية يأتي بعرش بلقيس في لمح البصر، جبريل أقوى منه، جبريل أقوى من آصف ابن برخية، وجبريل أعظم منه عند الله، وجبريل يقتلع بيت المقدس ويعطيه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فينظر إليه نظر العيان، وإن أراد أن يمسه مسه. فصلوا عليه وسلموا تسليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، المهم أن الناس اختلفوا في هذه الرؤية، والله ذكرها في القرآن فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. النبي يصف وأبو بكر يصدقه فيقول لو صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، حتى انتهى من كلامه فقال له وأنت يا أبا بكر اليوم الصديق. الصديق أفضل الصحابة، يقول القائل أفضل الصحابة بركة، يا ودي أفضل من الأمة الكل لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. هذه بركة تكفيه وحده خير من أمة كاملة، هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من زاد في الإيمان، والله سبحانه وتعالى ذكرها وخلدها في كتابه. ومن الغد جاء سيدنا جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فأول صلاة صلاها به هي صلاة الظهر. أمانات يا عباد الله، العبر توا، شو هو العبر؟ أول شيء صلى بهم إمام في المسجد الأقصى، الإمام القدوة القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراهي أمانة، وراه اللي يتقدم لذاك المحراب إلا أن يكون آمينا، وراه أجورهم في موازين حسناته وأوزارهم
في موازين سيئاته. رد بالك ما لشوف، رد بالك أنت تبدأ ما أنا نحب نصلي بالقوة يصلي بهم وهما ما يحبوش يصلي بهم بالقوة، والقوم له كارهون، مش لأنه هو صوته جميل ويعرف الأحكام، أخلاقه صفر على 20، الأخلاق متاعه صفر على 20، ويشد فيهم ما واش معوض، لا إمام راتب وشادهم بالمطرقة والسندق. عليه عليه يا ولد، راو أوزارهم الكل على ظهرك، راو حار المحراب هذاك، راو محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة الصلاة يا عباد الله، صلى بهم في الأرض وصلى بهم في السماء، وكانت 50، كادت أن تكون 50، لو كان جت 50 صلاة كيفاش تعمل لروحك يا عبد الله يلي تضيع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لو كان جت 50 صلاة، شوف في صلاة التراويح يصلي بينا الإمام 10 ركعات وفيهم أئمة يصلوا 20 ركعة، أما تتلفت الآخر التراويح لا تجد إلا قلة قليل. وين مشوا الغرير؟ مشوا للقهوة ومشوا إلى ما لا يعني، إلا اللي عنده قضية ذيك الله سبحانه وتعالى يعينه عليه. حافظ على صلاتك، حافظ على هذه الأمانة. أين وقعت هذه الأحداث؟ في بيت المقدس. بيت المقدس راه أمانة في أعناقنا، بيت المقدس راه أمانة في أعناقنا. أنتم توا تصلوا آمنين، هم يصلوا غادي والكرتوش، ربما يصلي الظهر يخرج يموت، يصلي العصر ربما يروح للدار ربما لا. في هذا البرد القارس وهم في الخيام الممزقة فيها كثير من المياه وكثير من الأوجاع، يئنون في الليل يبكون ليلا نهارا يبكون دماء. وقال لي صاحبي لو كان يعدولهم الكلاب والقطاطس اللي ماتت في الحرب، زعما يتحرك العالم ولا ما يتحركش؟ أظن أنه يتحرك أكثر من أن تسال دماء البشرية. قطوس كلب حقوق الحيوان وحقوق الإنسان وين هي؟ حقوق الإنسان وين هي؟ وهذه ما تلفت لها حتى واحد من اللي يعطي في الأخبار من الجزيرة ولا غيرها. عدولهم شوي من الكلاب والقطاطس اللي ضربتهم القنابل وضربتهم الصواريخ، فمش ما يتحرك الضمير العالمي النائم، وراه مس الأقصى يساوي مس الحرمين، راه استعمار الأقصى يساوي استعمار الحرمين. يلي تخمم في العمرة والحج ربما المرة الجاية ما تلقاش حج وعمرة، لا تجد لها مثربا، وإن كانت الآن هي مستعمرة. نسأل الله أن يحرر الحرمين وأن يحرر بيت المقدس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمانات يا عباد الله، شوفوا لك الآثار اللي شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووصلها لنا، يزيك من الزنا والعينك زايغة، تصلي وعندك امرأة كفياتك وانت عينيك النهار كل وانت تشيع في النساء، لم سيب لا شاردة ولا واردة، تب إلى الله، راه العين ذيك سهم من سهام إبليس تدخل لك القلبك. لو كان يجيبولك أجمل نساء الدنيا ما عادش بش يشفى الغليل متاعك. فلذلك اصبر واحتسب واحمد ربي على الزوجة والأولاد اللي عندك، احمد ربي غيرك ما هوش متزوج. يا ناس يلي تعذبت بالكراء ما يسالش، زيد اصبر، راه ربي مخبي لك خبيئة حلال، ما تزربش في الحرام، ما تتبعش فلان وفلان، ولو كان قاضيا للقضاة وعمل واقترف السيئات وعمل الربا وشرب الخمر لا تتبعه في غيه، ما تتبعوش. انت عندك الكتاب والسنة وعندك الرسول هو المقياس صلى الله عليه وسلم، هذاك هو اللي تتبعه. حافظوا على صلة أرحامكم، حافظوا على هذا الدين، لا تضيعوا صلواتكم، ادعوا لإخوانكم في صلواتكم. ما يسالش الإنسان يبحث ويتعلم، أما راه العمل عبادة بعد العبادة. صلي الصبح برا أقصد ربي يخفي، مما أدركتك الصلاة فصل، فإن الأرض جعلت لك مسجد وطهور، إن فقدت الماء تيمم وصل، موجود الماء الحمد لله تيمم الحمد لله توضأ.
تلقى في بلاصة وانت متوضي الصباح وغسلت ساقيك بالباهي ونشفتهم ولبست لقلاصك والبلاصة اللي تخدم فيها ما فيهاش شلاي وما فماش بلاصة باش نغسل فيها ساقية، أخذوا برخصة عند الحنابلة ما يسالش، وإلا ساقية مريضة ولا برد ولا فمك اللي يلبسك لقلاصد هذيك اللي تجري لهم الدم توصل حتى للفخذ، صعوبة في مشقة باش تنحاها هذه، مثلها مثل الخفي، أمسح بعد ما تكمل تتوضى الكل، أمسح مسحا خفيفا بالماء وأمسح من فوق وإن شئت من الأسفل، الفوق هو الفرض والأسفل هو السنة. هي هذا مذهب مالك، ولو كان مالكا معنا لغير فتواه في الخفي بالجلد، لغيره لما يرى من تمزق الناس في البرد، ما عادش فما توك لفظ نتاع جلد، اش نعمل انا؟ نموت ناخرها الصلاه حتى نروح لبعض العشاء صبهم الكل ونبقى يومين او ثلاثه ما نصليهمش ونزيد اثما فوق الاثم؟ لا يا سيدي، ما تغيرش الصلاه وما تحولهاش على وقتها، وافضل الصلاه في وقتها وافضل الاعمال الصلاه على وقتها. حافظوا على الصلوات يا عباد الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته قبل ما تطلع الروح متاعه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني فيها سر الصلاة، ما هيش حركات رياضية كهورة الله أكبر الله أكبر، لا لا لا، فما سر يلزمك تبحث عنه ويلزمك تصلي. وقت اللي تقول الله أكبر تولي تبكي حتى في الظهر والعصر، يبكي في الظهر والعصر، أي يبكي في الظهر والعصر، يقرأ في الآيات ويبكي، تأثر في الظهر وفي العصر، يعني هذا مس اللب بتاع الصلاة، وهذا اللي حشي بيها يعني. مش شاذ للقشور الله أكبر الله أكبر، وش عمل لفلان ومنين جاب الفلوس، والله سيب عليك يا ود، كان منها تكشي الصلاة متاعك عن الفحشاء والمنكر فما زادتك إلا بعدا عن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إني داع فأمنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفاجي بها كروبنا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتسقينا بيده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم هذه أكفنا قد رفعت إليه فلا تردها خائبة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية، اللهم أصلح الرعاة والرعية، اللهم أصلح الرعاة والرعية، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم انصرهم وعجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأعنا فيه على الصيام والقيام يا رب العالمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.